وش تسوي يا سويدة بين البيض؟ انت تعال، انت ايش جابك يا وسخ؟ انت وش ليش ترسل لي الملوح؟ عشان تلعب معايا. ما تبغى يعرف لهن الله اكبر عليك يا شيخ. يا اخي صديقاتي يا اخي تعرفت عليهم قاعد تلعب معاهم. الله اكبر الله اكبر. عبير صح رد؟ احب شفت كيف؟ احترامي طال عمرك. شفت كيف؟ اللي طبيت شفت كيف ولا لا؟ انت اللي جيت كذا حتى طلعت ريحه يا 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 حيوان. والله انها ريحه دغدغك يا الملوح يا المنتف. نحنك الله في يا اي ان غلط. يلا كيف الطريقه؟ شباصات الحال وشباب الحال ولا؟ والله ما بي كيبل كيبل سالب يا اخي سالب. كيفكم كيبل كيبل؟ والله يا والله يا عضيدي انا بسوي انا بسوي كيبل مع رواد. تعال يا رود انا وانت وهم كيبل. رود 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 الله يبلاك برود يا محط ظهرك يا عبد رود يا اخي انطقوا زي الناس الله يبلاك بجني حتى تعاجمت مع انك تتكلم. عبير كم عمرك؟ لقوا لقي من سويدي هذا كتم. كم عمرك يا عبير؟ انا عمري 27. العمر كله يعني القاحي بعمر اولادك يعني الحين. امانه كم عمرك القاحي؟ نونو نونو مراهق ترى دوبه دوبه الحين دوبه كبر دوبه خط شنبه. افتح على وجهك لاعطيك بالثلاجه يا ساق النعام. امانه كم عمرك يا ساق التيس؟ 21. واحد وعشرين. 21 سنه الحمد لله. لا تقولي لا قصده قصده. والله والله 21 برا مستحيل. 21 21 برا الحوش. انا والله ما طلع ثباتي لكن ها مستحيل. ممنوع قاحي ممنوع 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 قاحي ممنوع. اسالك بالله. اي والله عشان أهدى أهدى. لا لا ما هو كذي. أحس 31 عمره. يقولون لي 34. وهي 34 متزوج وعندي بنتين وولد. إيش فيه يعني؟ إيش فيه؟ يعني الواحد يقول لكم عمره الحقيقي تكذبون عمره الصدق. يا أخي إحنا متعودين السوشيال ميديا كلهم كذابين عرفت؟ بعدين تعال يا 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 رود يقولون يقولون أنا ما أدري بس أبغى أتأكد يقولون إنك شلت الإضافة مني. يا اخي يا اخي ما عجبتها الله يشيل ذا الوجه يا اخي. والله ما هو ما ما هو بكيفها. ليش تحذفني ولا عشان يتيم انا؟ يا اخي يديكم يا اخي تكفون. خلوني بالله الطخ هذا هذا المهايط. ان الله يكثر خيرك يا خالد على هذا القهوه. اوه درجه اولى نقالين علوم درجه اولى. ارحب ملايين يا القاده حبيض الله وجهك. كبسوا كبسوا ارحب جعني والله ما ذوق حزنك هالامير ارحب. القاحي والقادح ما جمع الا وفق. انا اشهد بالله انه ما جمع الا وفق. احلى افوز عليك. لا كبك تصلي شرق. ما افتحوا قبل ما يا مسلمين دخيل والديكم. الجوكر يلا اشوف يلا الجوكر اثبتوا. تربل يا يا يا, يا درع جنبي تربل. استعد احتزمي يا عبير. مستعد والله يا حبيبي فدا. احتزمي خابت هم الضعيف صدق. دينا هاي عينك يا دينا. بناتنا وشبابنا واقفين منعم على قدم من وسهاك. كفر تكبير كبسوا يا عيال كبسوا دخيلكم الحمد على واحد دقيق وعلى الجماعة ريشة يا عيال. من الله ينظر في أمرنا من الله يحبنا حب. وجهك وجهك محبوس معايا يا خسيس ومعم بنتيت قاعد تضحك. البنت ما في شنب في وجهها. الله الله يجعل الله يجعل ما هو زيك شنبك تقول حبل غسيل. الله يجعل خشمك بالجلخ يا جيفه يا حتى جيفه جا يا فصيخ ادخله. اول مره اشوف صندحه داير ما دار دوار هو. اخو العيال تضحكين يا عبير ايش نلقم. انا من فريقك انا. بس القاحي بسالك سؤال مالك الحين انت زهراني زيه ولا لا؟ ليش اللهجة كلكم نفس الشيء؟ أنا أمي بيروتية والوالد جيزاني. أوكي كلنا من الجنوب كله صبرت. إيه كلكم جنوبي. أنا أمي وبي زمان سافروا بريطانيا وسرقوني من هناك ولا أنا ترى ماني يعني ما أحس. والله 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 ما سرقوك إلا من الوادي بينهم حجران. قال لك بريطاني هذا وجه واحد بريطاني. يعني بالله خنافك خنافر واحدة واحد أمه شامية يا تسوق أمه أنت. يا اخي الوالد يعني انا يا شيخ ابوي هرموناته قويه وسط كعبه ابوي هرموناته قويه يا ساقل. ابوي هرموناته قويه ترى فطغى على. تدرون ليش الكره الارضيه فيها احتباس حراري ونقص اكسجين؟ خلاف القاحي هي السبب.
أخذت هوا جيزان كله. الله أم جيزان. الله الله لا يعطي هذا هذا الشنب عافية يا يا وصح. طيب الحين نحول الموجة على عبير. عبير. وش الدولابي اللي وراك؟ حيلي خشعتك أشوف. أوه يا سعيد ما شاء الله دي من من الأغنياء اللي يحطون هذا دولاب شفاف وملابس ما شاء الله كلها براندات ما شاء الله. عرفتها. قومي قومي بالله ورينا الدولاب. وش فيها اللي عمره اللي عمرك وحياتك ما قد ما قد ما قد قريته. ما قد قريته. من دريت دوبها تقول جاني مكياج قيمته 40,000. إيه رزم. يا أخي تمزح. والله جاها من واحدة مشهورة في المكياجات من إيش اسمها؟ علي كشناط الله ما كثرها. لا مو كثيرة مرة هادي يعني. جاك مكياج قيمته 40,000. بنات كبس وش شيرو. أيها من هدا هدا بيتوتي. الله يخصك يا جيفة يا حتى جيفة حتى حافظ حتى يا حدود الكومنتات يعلموني والله القادح جعلني ما ذوق حزنك يا سندي وما سندي الباس اللي أبقى أبوك سمر تولين مكبسين يا خسيس لا من جولتين ورباعي ولا برم لا والله ما اتفقنا اخرم عضيدي من جولتين على كيفك الرباعي من جولتين يا قاحي لا على كيفك الله يصيب شرعك على كيفك انت ايوه على كيفي اذا بتكلمنا من البدايه فهي جوله واحده قم قم راح افتح جوله انت وخنافرك هذه اللي كنا يا رجال ترى سره بس زويك دائما نلعب جوله واحده هيا حد انا وانت لحالنا جوله واحده رباعي جولتين عضيدي اشتح على وجهك يا اخي عضيدي كل جوله بجوله هيا هب شحمه في فمك واسكت لا ترفع صوتك علي لا هدي افضل فلينك بس جولتين يا قاحي حشمه وتقدير حشمه وتقدير في قلبي وداخل عيوني العب معاك ذي نتجالد نلعب ثاني نتجالد وانا لك لما 6 صباح الحكم الاول خلاص انا عبير تحكمني لا لا انت مشخصنها انت والله ماني مشخصنها يا عضيدي لكن في الاحكام والله العظيم بشخصنها بموت في الاحكام عشان دقيت وجهك قبل شويه تبغى تختلص مني بنات خلاص قال انا احكمه الحكم الاول يا عضيد التكبير يا اخي تبغى ترى ذولا صديقات والله ما عندهم يحكمون بعضهم بعض ترى في بيت واحد الحكم الاول جوله كامله وانت تقول ما شاء الله انت متقن الصوت ما يحتاج انا اقوله انت ما شاء الله فنان فيه الحكم الثاني انا الحمد لله خروف سعيد ولا اسد تعيس جلد الذات عنده ليفل عالي يا اخوان ما عليه اخي بطري الحكم الثاني الحكم الثاني يا تيس والله لا اضحك عليك والله والله لا والله لا والله ما بحمول الا انت والله لا اضحك عليك لما الصباح الحكم الثاني يا عظيم ترى نسيت الحكم حق قهوجي اللي قبل شويه قهوجي انت قهوجي حقي ترى أيوة. يا سلام حلو انا كنت القهوجي حقك قبل شويه والاعتراف بالحق فضيله الحكم الثاني تجيب ورقه وتكتب فيها سكرتير القاحي لمده جوله كامله وانت تعقب والله ماني سكرتيرك يا ضعيف يا حشره يا تكتك الحشره عبير عندك اشهار قدام الكام بشكل واضح ورقه سكرتير القاحي تمام واناديك تجي وانت ساكت ومنطق الحكم الثالث أبيك تنزل الآن سنابه وتكتب فيها أنا سكرتير هذا الآدمي وتخليها 24 ساعة مع منشن والله أحكامك هذه والله على سكورك ولا رباعي يا قاح والله تخسر والله لا والله لا, لا والله لا تحلف والله أحكامك شخصنا كبش يا بنات والله لو شخصنا قسما بالله لا خليك تصلي شرق هذه مي شخصنا ولا شيء نفذت لك حكم القهوجي وما قلت أنك أنت مشخصنها سكور 400,000 دخل في يدك تعرف القلوب والعقول انت خسيس انا ماني خسيس لا 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 يا زمن ابن ابو راعي هيا حنني في الحلقه هذا واجد ما زين اسمع اسمع جاي يسلم عليك يقول سلمني على القاحي كسر ظهري بهذا الموال تكفون بهذا الطرق آه يا بنات هذا والله إني لا أخفف عليك عشان تعرف إني أنا أكرم منك وأرجل منك وأطيب منك ولا ما نجي إلا من بعدك فليت روحك الحكم الرابع يا عظيم تصورني سنابه
وتقول اجمل من خلق ربي على وجه الارض. والله انا ما ابغى اروح جهنم بالكذاب تي كذاب والله ما حد بيصدق انتي. لا عجب ولا عجب ولا صيام فرجب. خلاص خلاص بلف خلاص خلاص يا ربي استغفر استغفر الله والله يا ربي نم على بوسع ابواب. هذا الانسان اجمل شخص شف شافته عيني. يا ربي سامحني على كذا. تقولها بدون نفس كذا ليش يا كلب؟ والله شف ورب كعبه قلتوها. الله يا قلتوها يا اخي سيدي يا اخي خش بك سيدي هو يا اخي ابشر تعشت انت حبس وانا حب. تعال جيزان والله لفرش لك الدنيا ورود وفلوك هذه. الله يجعلني في قلبك. ده حتى وش حكمتوا بعضكم بعض يا بنات؟ تفو عليك انت تفو. لا والله ما نحكم بعض سكرنا. اقول يعني كذاب. اه ستك تتفلي من فوقنا سهران يدور مشاكل من سهران. شوف سعيد لو عندي سكار بحكمها كذا بس ما عندي. هيا بالله وش رايك يسامحون ونحن الشباب نقعد نتداوس. انتوا سكاركم عالي احنا من رجال كذا كبلنا يا اخي. انت ما تتحمل يا اخي قديك ما هو رطيب يعني القصه ما شاء الله. لا من الكيوت اللي حطت صندوق. يلا يلا هب لنا هب لنا اجين هب لنا يا عضيدي. اصبر حياتي بقى لا نبراس الجنوب. شكرا يا رب زوجني الان ولا اموت الان. انا يا عيال خلاص ابغى جواز. طفح الكيل انا عن شكلك طفح كيل خلاص. انت بس لا تقابل وجهي ولا اقابل وجهك اللي الدنيا مدبره من يوم ما انا وياك. لو تقابلنا بيطلع لي حتكفر من كثر ما نتداوس نتصافق. اخ بس يا بطني مستحيل. انا ليش ما اغطي على وجهك بكيس عبير جلد؟ نبغى الجوله دي. بس عليك اذكر الله يا مسلم حسدتها. اذكر الله يا مسلم حسد مهلا قال اسمه وانكفح الجوال. الله يكفح الله يكفح ديمك على مقاع يا جيفه. عقب يا جيزان يا عينه حره. الله لا وفق. اخ ذكرني المقطع تتو. وش سالفه الصندوق هذا؟ ترى ما اعرف له. الصندوق اذا جاك متابعينك ياخذون منه وياخذون الالماس اللي فيه ويدعمونك فيه. ما شاء الله وش ذا البطل. طيب الحين جاء صندوق ايش اسوي يعني؟ خلي متابعينك ياخذون اللي في الصندوق فقط. طيب روحوا خذوا اللي في الصندوق يلا. والله يا ربي خذوا اللي في الصندوق. عبلة شلك في ذا الوجه سعيد الله يصيبك. هي قاعد تحط حمرة فأنا قاعد. من اللي يحط حمرة؟ روي رود الله يبلاك بجني ويشلك ويشلها. أنا مش دخلني شلوك أنت وياه. بنت استحي على وجهك. بنات كبسوا كبسوا. البث اليوم به ميلة ما يعدلها إلا ربي. كبسوا. طيب وش مواصفات فارس احلامك يا عبير؟ ابو سعد لا تقولي نلقاحي لان نلقاحي اتوقع انه خاطب خلاص مربط. ها يا عبير مواصفات صراحه ما فكرت بس حفله اليوم. اي والله ما قد فكرت. يعني لو جاكي مثلا عريس وش الصفات اللي لازم تكون موجوده عشان تستقبلينه؟ انت ما همك الا قروش قرشه وظهرك. طبعا ما راح اجامل واكذب. أرحب. عشان كذا نربي ما هم استغفر الله. طبعا الفلوس اكيد بس يعني اهم شيء الاخلاق. اخلاق النفس اخلاق النفس. والله شوفي اذا على الاخلاق القاحي اول واحد. والله والله القاحي نتعلم منه الاخلاق. الله يعزك يا يا, يا معزمي ودرع جنبي حبيب قلبي انت واخويا توكم تهاوشتوا. شفتي كيف شفتي كيف اخلاق تدرس؟ الحمد لله زي المعزة كلمة تزعل وكلمة راضي. أنا أشهد. أنا أسلم يا العضيد. يا حبيب قلب أنت رود أنت ما هو بالله مواصفات فارس أحلامك. لا هذا تقول لها فارس أحلامها قول لها وش مواصفات صرافة أحلامك. ما شاء الله يا حيال ده سوي الرحب يا سيدي الرحب لفل 44 صلاتي عن النبي. ويلكم. اسال عبير تونا سالين هاي عيال عبير مواصفات فارس احلامك. جاي تقول اهم شيء الاخلاق. شكرا صراحه من كل قلبي. براس يعني براس الجنوب. المح كيف تشكر يا اخي؟ ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك يا سوي. اصواتنا بحت من كثر ما نصعد. دخلت 10K باركولي. مبروك يا حياه بقعه.
حتى القادح. وش معها قادح؟ كفحك؟ والله أفلح عندها؟ قال أنا أبو الخلاق. بعمري عادي، التعبة ما تجي إلا من الرفيق يا قاحي عادي. آه يا بطني آه. فدا يا رجل. خلاص الحكم الأول يا عبير، تتزوجين القاحي جولة كاملة. أخو ثامن لا خلاص بطلنا. أرحمي يا دينا أرحمي يا أخي، حيك الله يعزك يا دينا، وربي حب كبير. ما هو ذي البنت الفنانة الحالية، بويا راسك يا أخي وبويا خشبك. دينا ترى القاحي مجوز، تعالي عندنا سنجل. الله يبلاك بمسجل يحنف فراسك يا أخي كذا. ولد براس بيض الله وجهك. تكفون يا رجال، انتبهوا من الجلحفة. ارحب يا عيال، ارحب يا ابو ابو كل حد الاماراتي، ارحب ارحبوا يا عيال زايد، ارحبوا ارحبوا يا خوان شبه السنبيه، ارحبوا يا الهد يا ربي. يا حي عينك وطاريك معه يا عيال معه، لا تخلونا تخلصكم، استرها معانا يا رب. ارحب احتزمي يا عبير، خابة أم الضعيف، احتزمي. من اللي قاعد يعطي حذر بيعرف؟ إن الله يكثر خيرك يا الإماراتي ويديمك ويرحم والدينك، فديت قلبك وافي ومجمل. أرحب يا أبو الأخلاق، حالك ما هلنت لحالك ضد أربعة. أرحب يا خلوق، ونشف طريقهم، فديت قلبك. لحد يعطي حذر، أنا قلت يا الله هت رود سفر شقة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. هم حالهم بينهم، عرفتي حالهم بينهم. الحكم الأول يا رود. عبير تحكم على رود؟ أيوة أنا بحكم عليها. وش تبغى فيني؟ أحكم على سعيد؟ لا لا خلاص دوب حكم مني، حلاوة هي خلاص، مو حلاوة بقر، هو كل شيء أحكم ذا. أسمع أحكم ذا الثور. هذا اللي فالح فيه، تتجوزك جولة كاملة، هذا اللي فالح فيه يعني براس صح؟ الحكم الأول تتزوجين سعيد جولة كاملة. لا ما هو أنت يا مرمى، طالق أنت وياه طالق. يلا أنت بدي جوز عمرك عشان تطلق، من بيأخذك؟ ما بيأخذك إلا واحد من عاق والدي. تبي صف مع الطوابير؟ يلا والله ما بيأخذك إلا واحد، نسأل الله العفو والعافية. أرحب يا بلاك، الله لا يا بلاك، أرحب أرحب ملوك، أرحب لبراس. يلا حي. طيب يلا أحكمين يا عبير. الحكم الأول يا رود جوكر، تسوين جوكر في فمك. الحكم الثاني تتزوجين سعيد، حكمي بس شيء واحد ثلاث دقائق. الحكم الثالث خلي اللي عندك يضيفوني بس عشان يعني زيد عندي. أنا ما أقدر أجبر أحد يضيف أحد في ذا، انقلب كذا ليش تكلم كذا؟ طيب أقول لك يعني. ترحب يا بلاك منور، كمل عنك. ابن أبويا طيب. يا رخمة يا خيخة، بدأنا بدينا خكرنا يا اخو. انا يعني اقلدها يعني. تقلدها يا جيفه، شله شله بس من جنبي اللي عندك، روح 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 طشها يا جيفه يا حتى جيفه. والله انها ما تصلح عليك. الحكم الثاني عسى كيف ذا الشنب، ذا الشنب ما هو معجون تحت لسانك. انا داري الفتره الاخيره انك بديت تصير زي اشباه الحكم الرجال. الثالث تاكل بيضه بس واحده يا عبير. حي عينك يا عبير. ايوه خلي عيونك تقدح شرار على هذا الرخمه. اي كفو دي كل حسد عشان ما قلت للي عندي يضيفه. لا حد يضيفها، الله يجعل يا من يضيفها من عندي تنكسر يدك. ها القمي خير، ضيفوا القاحي يا عيال، بس ضيفوا القاحي حبيبي، ضيفوا القاحي ورب كعب انه عصب عين، وانه هو اللي يستاهل فديت قلبه. جيكم الاعصاب يلا انتوا. الحكم الاخير تقطعين السماعه اللي قاعده تلعبين فيها. بقطع راسك، ذا شريتها ب 500 جنيه مزعل. الله لا يزعلك لا دنيا ولا اخره. مش ليش الصايح فيه كله عندنا يا اخي؟ دعمني تكفى يا اخي بدون جوله ولا شيء. الله يزيد. طيب يلا خلاص انا شو اسمه، يلا وش بتنفذين الرد؟ يلا انا بنفذ حكم المعجون يا عبير. خلاص كذا ارتحت نفسيا؟ لا خلاص جو متابعينك عندي مستاهلين. انا ما اجبر احد، يضيفونك يضيفونه من طيبه روسهم مع القاحي كذا خلاص.
دينا لا يا دينا دا ايوه خلاص الله يوفقك يا رب، الله يحفظك يا دينا، الله يحفظك. اوتش صح ليس في صوت مباراة. أرحب العرب الصدع ويرجع. فين فين انا اكثر شيء اكرهه في الدنيا، اكثر شيء اكرهه في يعني في الـ في الـ في الـ في السوشيال ميديا تعمل فيه ولا الجوله الرسميه لو عندك يعني شيء. صدق صدق اكثر شيء اكرهه في السوشيال ميديا والله يا عيال التسلق، يشطب مره يشطب. يلا يا اخوان قاحي قاحي يا اللي خشه تربل يا عيال، ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة يا اخوان. ان الله يحلها من فوق، ان الله يدبرها لنا من فوق. اوريك يا ساقة تيس اوريك. ان الله يحلها من فوق. قاحي اسمعك اسمعك ابغى اهديك اغنيه يا براها بالعبيه. خلوه 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 جهد عام وانا بلادي. الله يرزقك يا قاحي، الله يرزقك يا حبيبي، الله يرزقك من رزقك. يلا يا عبيدي روح يلا هاي اسمع اسمع سم طال عمرك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. خفض خفض عبيدي خفض صوت الموسيقى. يا سلام يا وبس. والله مين قليلة الأدب اللي تخونك؟ مين؟
حي والله ذا الصوت صدق حي. الله ينبى ابوك دينا بيض الله وجهك. ها مزعل انت اول مره تغني؟ انت كفو القادح انت كفو. كيف يعني مزعل اول بس مره هغني. والقادح وبس ودينا وبس. اول مره تغني في البرنامج تقريبا يعني. ليش صوتي ما حلو؟ عادي قول ترى نستقبل. لا لا والله حلو. سنابي في البايو. الحكم الاول يا رد سهراني. الحكم الاول يا رد. ارحب يا بقعة ارحب تراني شفتك يا بقعة. الله يحييك يا حبيبي. هلا تتغزلين في سعيد الزهراني لمدة دقيقة كاملة. اشتعل الجني مترخون صفحة. فمان الكريم يا وجه الخير صفحك يا القاح يقول لا تسوون بك بدي دخيلك. نديلة نديلة سارة البطلة خليها تتفهم معنا. الحكم سارة. الحكم البطلة الو والله دقوا عليها البطلة عيوني وقلبي وحياتي البطلة القاحي عني. لا لا البطلة لو أجل قال نكمل. تتغزلين في سعيد لمدة دقيقة كاملة. دخل لا تسد نفسي راح يسد نفسك أمي في البث. يا أخي أنت شوف وجهك ووجهها كله كن يا أخي عفاري أبوك يا يا حرام يا جن أحطكم في ونترلاند محل الرعب ورقم اثنين أماني. شوفوا نفسكم رايح جاي بس لا تدخلوني أنا معاكم. الحكم الثاني الحكم الثاني تكتبين في البايو عندك سعيد وقطاع وقلب أحمر. فيك أنت أنت معي ولا ضدي أنت؟ فيك زعل أنت معي ولا ضدي؟ يا أخي أحكام أحكام عادي بعلها بعلها يغار يقولوا من هو ذي أصلا شي يأخذ هذي؟ كنا حسين مسفر هاد أثنين طاحوا في بعض لكن في خاطري إنه هذا انقلب عليه سحرة سعيد ولا وش ما فهمت. الحكم الثالث تهبي لنا هداء أغنية. إهداء أغنية؟ إيه صوتك. أنا كذا بطلع أنا. معقولة صوت صديقتك مروح للدرجة هذه؟ إيوه مثل وجهك مروح. آه. خلاص والله بهواكم غني ولا أنا أشوف إنك تغنين والله أشوى يعني. والله. بهديكم أغنية يا بقراتي. كيفك عادي لحنيها اهم شيء تسمع لنا صوتك. ماني حافظتها بس انها يا بقراتي يا بقراتي هيا نلعب. لا لا نبغى اغنيه قلنا قلنا اغنيه انا قلت اغنيه ما قلت نشيد اغنيه قلت. يلا القاحي ها باركود. ما هو باركود مجانا تلقى شير. ويلكم اوسكا ويلكم وربي جراسيس اميغو تكيرو فامو. ما خلاص خلاص بكتب في البايو يا غني ارحم امك نبغى نسمع الموهبه اللي معك. غني صوتي غالي ما يسمع اي احد يعني. اكيد صوتك ما يسمع انه الا عفاريت سليمان زيك بالضبط. سيروا سيروا. خلاص بكتب في البايو ايش تبي اكتب؟ سعيد وقلب احمر. لا لا تكتب سعيد زايد رمد يساوي ملصق الخاتم ملصق وربي القلب. انت جراسياس يا مزعل وربي تكيرو موتشو. يلا نيبورلي نيبورلي. خلاص اوكي بكتب بس بعد ما اخلص البث دن. يلا عبي وش احكامك لا سمح الله؟ ما راح احكم عليك يما منك. خلاص تب ليش نسكتين النظرة الشرعية هي تهرجوا. لا انا معاي استفراغ من وجهك استاذنكم عبير. انقلع قلعك الله في وجهك اندل السندرة وعينك قلعك الله يا المروح. ما عليه ما عليه يا عيال ما عليه الا ويجي يلا من فوق الا ويجي يوم ما عليه يا عيال لا نظر.
أعوذ بالله من الشيطان. وفدا خلينا نشبك الجوافة الشاحن عشان إيش تقهوة شوية.